شوف خليني اقول لك، ثقتك في نفسك بتبدأ من ثقتك في نفسك. يعني انت لو انت مش شايف نفسك بصورة جيدة، بصورة حسنة، بصورة على قدر الحدث، صدقني ده احساسك الداخلي تجاه نفسك هينعكس في نظرات الاخرين ليك، بتتحس هي وكأنها شيء من الطاقة. يعني لما انت بتشوف نفسك ضعيف، مش قادر تعمل حاجة، يعني شايف نفسك مهزوز من جوه، اهتزازك الداخلي ده الناس بتحس بيه، حتى لو ما كانش ليه صوت، حتى لو ما كانش ليه حركة، هي فايب، هي طاقة. علشان تثق في نفسك لازم تشوف نفسك كويس، وعشان الناس تشوفك كويس لازم تشوف نفسك كويس. الأمر كله بيبدأ من عندك. هتشوف نفسك ضعيف وهتمثل انك جامد؟ لا، هيتحسن ان انت ضعيف. تشوف انك جامد وتصدق الامر ده وتشتغل عليه وتطور نفسك من اجل انك فعلا تكون جامد. طبعا هنا بعيدا عن الغرور، يعني ابعد عن النرجسية والغرور، ارفع راسك بس ما تمشيش مختال، افرد كتافك بس ما ترفعش مناخيرك، لكن لازم من حقك انك تحب نفسك وانك تثق في نفسك وانك تشوف نفسك كويس وانك تشوف نفسك مؤهل لفعل شيء معين او عمل معين. لكن طول ما انت شايف نفسك إلا وقليل، الناس هتشوفك زي ما انت شايف نفسك يا صاحبي. As simple as that.